تعلم واستفيد من دروس الجيتار مع يوسف لايف. ادعمني باللايك وهي بنا للتعلم. يا وصل معكم حبايب الناس، كنت بخير. تمنى تشوفوا هذا الفيديو اليوم. غادي نتعلموا ديك الدخله ديال السعيدة فكري ديال شي جبل الريف علاش تبكي ان شاء الله. المهم الا كنا بنلعبوها في مي وري، كي تلعبيها اصلا ان شاء الله. هذيك الدخله كيفاش تنديروا لها؟ انت شوف هنا هاد البلان هذا غنديرو بشويه ونقول لكم الارقام ديال نبعد واحد شويه باش يبان لك حتى هاد اليد او هنا. المهم كنحسبو 1 2 3 4 5 6 7 7، من 7 كنبداو 7 5 تنجيب كنضربو هنا 7 7 5، 8 تنجرو حتى 10 وكنعاودو نرجعو 8 7. هذا فهمتي؟ سبعة جوج مرات، 5 مرة واحدة، 8 7 جوج المرات، 5 حتى هي جوج المرات يعني. بتقال دابا هذا فاش كنجول 8 8 هي تنجرها ل 10، ما تنضربوش في 10، تنجرو هذيك وتنعاود نرجع ل 8 تنضربو و 7 يعني تنجيرو، فهمتي؟ هاي الخيط اللي تحتاني كنضرب دابا انا، المهم هنا كملنا منو الكمالة تنجيو جوج 3 المرات كنضربو فيها يعني في مربعتين 3 المرات تنضربو بجوج كنديرو الخمسة يعني جوج 3 و5 هما اللي بيكونو معنا في هاد الكمالة. هنا شحال ضربة ضربنا؟ 4 4 ضربات هنا تنديرو يعني هنا 3 كنجرو على 5 وكنضربو ضربة في 5 وكنعاودو نضربو في 3 يعني فهمتي البلان؟ فهمتي؟ المهم حيت راه بشويه يعني، المهم بطلع بحال ما كاين ساليشه. ديك الاخرانيه عوض ما تجر الخمسه ما تبقاش تجر حتى الخمسه داتي هنا 3 المرات، وحده هنا وحده هنا وحده خاويه، ماشي 3 المرات هنا 4 المرات تجي هنا في الاخر كاع فهمتي البلان. موراها تجي حتى انت تطلع للفوق وكتجي لهاد الرابع، تجي لهاد الرابع كضرب فيه 3 جوج يعني تجي فهمتي، وكتكمل لاربيج يعني لاربيج عرفتها كيدير يعني نفضل نضربو في الرابع تنبقاو هابطين طالعين يعني اون فوا كنضربو هنا الرابع صافي تنكملو التالت التاني، اون فوا كنضربو هاد الرابع هنايا في التالت وفي التاني وخاوية وكنكملو لاربيج ديالنا فري يعني thank you.
ضروري هاد الدخلة هادي، يعني إلا درتي هداك الصو ضروري تجي. انتم نعجبكم هذا الفيديو وبيستيكم تهلاونا فراسكم تشاهدوا فيديوهات اخرين.